احنا من هاد اليوم ديالنا نحن كالحقوقيين نجدد نداءهم يسقط التعاطف. اسمحوا لي على هذا، علاش الموسيقيه ماشي النقابه؟ الموسيقيه تات الاكل ديالها، خدات الاكل ديالها، حنا طردنا اليوم زيزان سعود، زيزان عشره، مزيان قاج سلام، ضحايا نظامي، حقه مكاسي للنقابه ولا تتخوف منهم. دابا مخاريط خارج واحد استجواب ديالو قال لهم الموسيقيات هي قطاعات خارج القانون، كتعرق لينا العمل النقابي. اولا انا خديت الارقام، درت لهم واحد الاحصاء يستافدوا من هاد الحركه الانتقاليه في مديريه اسفي، هذا جو مديريه اسفي وما يقع فيها بالتفاصيل بالتفصيل المميل. رؤساء المصالح السيد المدير الاقليمي وصديق الجميع نحترمه، ولكن لا بأس بالانتقاد. حتى انا كنت موقع المسؤوليه احب الانتقاد، الانتقاد يزيد لنا بالدافع. انا لا اخشى احدا تدبير راسي شخصيا، عافاكم بين قوسين ما كاين لا حقوق ولا حقوقيه لا الدور. نتكلم بعاطفه معكم زملائي زميلاتي، كاين منكم اللي فاتني في سنوات العمل، انا بروموسيون ديال 2001، كاين الاستاذ 92 93 96، كاين معنا تبارك الله الناس اللي قيدوا بي لانه نحترمهم ونعزهم. لما تاقلموا تاقلموا مع الدور بدنا نبدلوا، الله يحفظكم بدنا نبدلوا. مرحبا بك، احنا معاكم، احنا عارفين الشيء اللي واقع عليكم، الشيء من النيابة، يمكن اخو صاحبي، تعرف شي واحد في النيابة او شي حاجة راه ما تيجيبهاش، احنا اي حاجة بغيتوها باسم جمعية مركزية مغربية حقوق الانسان ومحاربة الفساد، شي وقفة اي حاجة احنا معاكم قانونيا، ما كاينش يوصلكم. ويتو تخالطوا معنا مرحبا بكم، ما ويتوش مرحبا بكم. هاد الناس ديال الوزارة صعيب عليهم ينقلوهم، هي فريد مثلا صعيب هكا ودي كاع هاد الناس تاع المقاربة راه خاص اللي يقريهم، عندنا خصاص، عندنا مشكل تاع التدبير، عندنا مشكل ديال الإحصاء، عندنا مشكل ديال لا لا ما علان. عوضوا الناس، الناس اللي ما تنقلوهمش عوضوهم، عطوهم تعويضات. مش واحد قاعد 20 سنة في غيرها في البلدية ولا في الجبل ما قدرتيش نقلو، وعطيه تعويض على كل سنة تيدوزها تمايا، مثلا دوز لي واحد العدد تاع السنين وقيلا خدمة نقلو، عوضو. دابا ما كاين لا تعويض لا انتقال لا حتى شي حاجة، وكيف ما لاحظتوا راه العدد دابا ديال العام اللي فات ديال عدد المستفيدين مقارنة مع هذا نص نص. ديك العبارة بالضبط خصها تكون موسيونة في الورق. فهذا باش تيبين بان يعني هاد الناس تيتواصلوا بواحد اللغه اللي هي خشبيه، يعني تيبغوا يطبقوا ديك المذكره بواحد الطريقه اللي هي مزاجيه ديالهم. انت عارف هاد المشكل سير انا كنت خدمت في مديريه اخرى ما كانش هاد الاشكال هذا، يعني كتجيب لهم شهاده العمل، شهاده العمل راه اوتوماتيكمون راه اذا هاد الشهاده ديال السياحه راه بحال تعلمنا عدد الاخوان الاخرون. غير هو تيبقى لان المديريه هنايا تتعامل بواحد الطريقه اللي هي تبغي تنزل هذا الشيء اللي في المذكره بواحد الطريقه اللي هي خاصه. منتصرنا بجهه الله، واخا المدير ديالي خاف. قلت لي السيد المدير الله يخليك، شنو التعاقد ديالي بيني وبينك في العمل؟ انا مرؤوس وانت رئيسي في العمل، شنو التعاقد ديالي بيناتنا؟ قال لي الخدمه. قلت له الله يرحمك الوالدي، كتعرف ليش كندير في فيسبوك؟ كتعرف عمري جمعتك على العمل الجمعوي اللي كدير؟ عمري جمعتك على واش عندي الخيار النقابي وش حاجه؟ بيني وبيناتنا بيناتنا العمل بيناتنا العمل. المدير خاف لانه يلا كان التوقيف تاع واحد المدير ووقع فينا في الاحتجاجات. المهم حق اختار المجرى ديالك. عبد العالي بن تينا استاذ فاعل جمعوي ومهتم بالشان التعليمي باسفي. حنا اجتمعنا اليوم باش ناسسوا واحد التنسيقيه اللي هي تنسيقيه وطنيه لاساتذه المغرب ضحايا الحركات الانتقاليه. علاش هذا التوجه الوطني؟ علاش ما كانش محلي؟ التوجه الوطني ما كانش حبا في القياده، حبا في الزعامه وحبا في السبق. بل حركتنا واحد المظلوميه اللي هي كاينه الان، اللي هي كتمثل في واحد المذكره منظمه ديال الحركات الانتقاليه اللي هي ناقشناها اليوم، فيها مجموعه ديال البنود والمعايير والمقتضيات اللي خصها تغير على الصعيد المركزي. على الصعيد المحلي ما عندنا ما نديرو في هذا الشان هذا، لان المديريات الاقليميه والادارات في المحليين كيلزمهم واحد القانون اللي هو مركزي وخصو يتغير مركزيا. علاش التنسيقيه وعلاش ماشي النقابه؟ غنقول رايي الخاص الذي لا يلزم احدا، بان النقابات كان عندهم واحد التوجه اخر. النقابات خذلونا في بعض المحطات معينه، في تمرير نظام التقاعد،
في تمرير نظام التعاقد، في عدم الترافع إلا على الخارطين التنسيقية. أولاً وقبل كل شيء، نحن نحيي زملائنا السابقين في التنسيقيات السابقة، تنسيقية زنزانة سعود، تنسيقية زنزانة عشرة، تنسيقية المقتلين خارج السلم، تنسيقية ضحايا النظامين شيوخ التعليم. وهذه التنسيقيات حققت مجموعة ديال المطالب بعيدا عن النقابات، لان النقابات كنعرفوا اش كيوقع، لان الوزير ديال الاداره مؤخرا في مجلس النواب وفي واحد الجلسه عموميه قال لك ان النقابات صرحت انه واخا تعطونا مليار حنا ما تنازلوش على الشيء. النقابات فقط بالمزاحمه ديال التنسيقيات لهذا المطلب ديالها. التنسيقيه هي تنظيم له قواعده ولكن يعاني من فراغ تنظيمي وقانوني، وهو يدافع عن مطالب اللي هي مقيده بالوقت ومقيده بالزمن ومطالب اللي هي محدده. اما النقابات فلا لها توجه الخاص، نحن لا ننتقد احدا، نحن ندافع عن حقنا. السلام عليكم. السحابي عيسى، رئيس الجمعيه المركزيه المغربيه حقوق الانسان ومحاربه الفساد. تنأزروا اساتذه جميع المشاكل ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.